السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباب قلبي وروحي، حياكم الله، أسعد الله عز وجل جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وجمعنا وإياكم بسيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات، وجمعنا مع ساداتنا الأنبياء والمرسلين ومع الصالحين والصحابة والتابعين وآل بيت رسول الله الأكرمين، اللهم آمين. لك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، اللهم آمين. حبيب قلبي وروحي، يا من تبحث عن الدعوة المجابة، نحن وإياك اليوم لازلنا في هذه الواحة الغناء نقرأ في سير الأنبياء وننظر ماذا حصل معهم وماذا فعلوا وكيف تحركت قلوبهم وكيف ضبطوا بوصلة القلب للوصول للرب سبحانه وتعالى، ودعوا الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم. أحياناً تكون الاستجابة خرق من خوارق العادات، وتكون الاستجابة أمراً عظيماً من أمور الحق سبحانه وتعالى، وأحياناً تكون إظهاراً لبرهان معين. اليوم نحن وإياكم مع سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، أحبه محبة عجيبة، وكأني يعني له مكان في قلبي دون الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت في شمائله وفي سيره وفي وصفيه فوجدته إنسانا عجيبا، كائن خلقه الله تبارك وتعالى وأعطاه من المزايا ما أعطى. سبحان من قذف محبة هذا النبي في قلوبنا، فنحبه ونحب أمه السيدة العذراء مريم عليها الصلاة والسلام. له حادثة عظيمة عجيبة، وهو من أهل الدعوة المجابة، حتى أن أهل الكتاب ومن يعتنقون هذا الدين المسيحي لهم سبحان الله عندنا عهد وذمة، وهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نحبهم لحبنا لسيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى حصل معه موقف عجيب. سيدنا عيسى عندما جاء في يوم من الأيام، وأحداثه عندما تقرأ في سيرته وفي مسيرته، عندما تسمع عن أحد يوم الأحد وهو أحد السعف، تنظر في هذه الحادثة العجيبة، أو تسمع عن سبت النور أو عن أحد القيامة، تجد في قصته أحداث كثيرة جدا. كيف تشابهت قصته بقصة سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ من قصصه العجيبة التي لها علاقة بمجلسنا وهو الدعوة المجابة، سيدنا المسيح عليه السلام، وهنا تنبيه لطيف وهمس من محب في أذن المحب، لا تقل على من سيظهر في آخر الزمان المسيح الدجال، لا، بل اسمه المسيخ، نقطة على الخاء، معجمة، المسيخ، لأنه ممسوخ العين، والمسيح هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالمسيح عيسى بن مريم نبي معظم مكرم من قبل الحق سبحانه وتعالى، أما المسيخ فهو الذي يأتي في آخر الزمان، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقولون المسيح الدجال، لا، انتبه، بل اسمه المسيح الدجال نسبة، لأن عينه ممسوخة. أما المسيح عليه السلام كان إذا مسح على إنسان شفاه الله، ولله در بعض المحبين قالوا إن كان عيسى بالمسح قد شفى الأكمه والكسيح والأبرص، فمصطفانا يزيل الغشا عن القلوب ترى المغيبات. سيدنا المسيح عليه السلام حصلت معه حادثة مع قومه لما جاءهم بالدعوة ويريدهم أن يقبلوا على الإله سبحانه وتعالى، فقالوا لن نؤمن،
لن نؤمن حتى نرى شيئا واضحا. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نرى الله جهرة. أعوذ بالله، كيف هذا؟ وطلبوا أمرا آخر، قالوا إن لم نستطع أن نراه جهرة فلينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، ينزل من السماء مائدة نأكل منها نحن وأبناؤنا. قال هذا عهد، الله قادر على أنه ينزل عليكم هذه المائدة، لكن إذا أنزلها آمنتم به سبحانه وتعالى؟ قالوا نؤمن. قال لا تخونوا؟ قالوا لا نخون. فلما ناجى ربه سبحانه وتعالى زاده بعد الإيمان وبعد عدم الخيانة ألا يدخروا منها شيئا، يأكلوا ويتركوا، لا يأخذ معهم شيء، شرط مفاوضة، لا يستويان الخلق والخالق سبحانه وتعالى، لكنهم طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم آية. الله قادر وبعث نبيه سيدنا المسيح عليه السلام أنه ينزل عليهم هذه الآية، الله عزيز قادر سبحانه وتعالى، لكن بثلاث وصايا: أن يؤمنوا، لا يخونوا، لا يدخروا. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك في القرآن الكريم، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة. قال ربنا كلنا، ما هو ربي أنا فقط، اللهم ربنا كلنا أنا ومن معي، أنزل علينا، ولم يقل عليهم، أنزل علينا مائدة من السماء. ما السبب؟ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، هذا سبب، وآية منك، خرق للعادة منك يا رب، وارزقنا وأنت خير الرازقين. هذا خطاب سيدنا المسيح لله، فالله قاله لنا في القرآن الكريم. ثم يقول الله عز وجل: إني منزلها عليكم. ما معنى ذلك؟ استجبت للطلب، لكن في شروط. إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني إذا نزلت عليكم هذه المائدة ولم تؤمنوا وخنتم وادخرتم يتنزل عليكم العذاب الأليم، لكن إذا آمنتم ولم تخونوا ولم تغدروا الله سبحانه وتعالى يرزقكم وهو خير الرازقين. فكانت المسألة عظيمة، فسيدنا رضي الله تعالى عنه وعليه صلوات الله سيدنا المسيح وقع في قلبه شيء من الرهبة خوفا من هذا الشعب أن يخون العهد معه وأن لا يصدقوا فيما قالوا. هو صدق في طلبه فالله استجاب له، وينظر لأنه هو الواسطة بين هذا الشعب وبين الرب سبحانه وتعالى. فسيدنا صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة، قالوا يا رسول الله أنزلت عليهم المائدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نزلت المائدة من السماء، مائدة من السماء فيها خبز ولحم. لأجل ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هو سيد الطعام، نزل من السماء عليهم، قال فيها خبز ولحم، وأمروا ألا يخونوا، وأمروا ألا يدخروا لغد، لكنهم خانوا وادخروا. قال فرفعها الله سبحانه وتعالى ومسخ من شاء منهم أن يكونوا قردة وخنازير. هؤلاء الذين خانوا نبي الله المسيح عليه السلام، هذه رواية الإمام أبو يعلى. هذه الخيانة العظمى، هل يمكن لإنسان أن يكون صادق وهو خائن؟ هذه خيانة شعب مع نبي عليه الصلاة والسلام. وقد تحصل الخيانة ما بين الزوجة للزوج أو الزوج للزوجة، تكون خيانة ما بين رب العمل والعامل، يؤمنه على بيته، على دنانيره، على سيارته، على أبنائه، على زوجته، فيخونهم. أحدهم يؤمنه على أوراق رسمية فيخونه، كيف يكون صاحب دعوة مجابة؟ بل إن الله سبحانه وتعالى ينصب لمن خان أو غدر يوم القيامة لواء، يقال عنه هذه غدرة فلان بفلان. طيب ما علاقة التشابه هنا ما بين المسيح عليه السلام وبين سيدنا الحسين عليه السلام؟ الحسين أيضا عاهدوه فلما وصل إليهم غدروا به وقتلوه، والمسيح كذلك عليه الصلاة والسلام. فعندما تنظر في أمثال هؤلاء الذين فعلوا هذه الجرائم، هل منهم صاحب دعوة مجابة؟ لا يمكن. فإن كنت رجلا أو امرأة تبحث عن الدعوة المجابة وتسأل الحق سبحانه وتعالى
أن يعطيك سراً من أسرار الدعوة المجابة، فكن أولاً إنساناً أميناً، لا تخن من خانك، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك، وصايا الحبيب المصطفى. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من أفضل الأشياء التي يفعلها الإنسان المسلم، ما هو حتى المؤمن، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اليوم كم مرة ندخل في ما لا يعنينا، وماذا نأخذ من نتائج؟ فلما أرادوا هذه المائدة أنزلها الله سبحانه وتعالى. السر في إنزالها ليس استجابة لهم فهم خانوا، السر في الاستجابة هو صدق ذلكم النبي سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه الصلاة والسلام. فلما صدق في طلبه من الله سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل ما يريد. ولأجل ذلك قال ربي سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن صدقت كنت منهم، وإن كنت منهم كنت من أهل الدعوة المجابة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا بسيدنا المسيح عليه السلام، وأن نكون معه بإذن الله تبارك وتعالى في معية المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم، وأن نكون كلنا من أهل الدعوة المجابة.